أهلا بكم من جديد. إيلون ماسك حذر ونفذ بأوامر من رئيس تويتر التنفيذي. المنصة أزالت بالفعل علامة التوثيق الزرقاء من حسابات المستخدمين الذين حصلوا عليها مجانا قبل استحواذ الملياردير على منصة التدوين. لتبدأ بذلك حقبة العلامات المدفوعة مقدما على الموقع الشهير، وذلك من خلال الاشتراك في خدمة تويتر بلو مقابل 8 دولارات شهريا. تويتر كان لديه نحو 300 ألف مستخدم موثق استخدموا عملية التوثيق التي تعني أن الحساب تم التحقق من هوية صاحبه من قبل المنصة الزرقاء. إلا أن الخطوة الجديدة أدت إلى خسارة العديد من مشاهير العالم علامة التوثيق، من بينهم سياسيين ورياضيين وإعلاميين ونجوم كبار في عالم الفن. وشملت هذه التعديلات حسابات مؤسسات إعلامية كبرى بسبب خلافها مع تويتر حول كيفية وصف حساباتها. إلا أنه بعد يومين فقط قامت شركة تويتر بإعادة علامة التحقق الزرقاء لبعض الحسابات التي يزيد عدد متابعيها عن المليون، من دون أن تدفع تلك الحسابات مبالغ مالية مقابل الاشتراك. حتى أن ماسك غرد عبر حسابه قائلاً: أنا أدفع شخصيا عن البعض. هذا وتقدم شركة تويتر علامة التوثيق الذهبية للمؤسسات التي تم التحقق منها، وعلامة التوثيق الرمادية للمؤسسات الحكومية والشركات التابعة لها، طبعا مقابل الدفع المادي. ضجة كبيرة وفوضى عارمة تشهدها منصة تويتر جراء قرار إزالة علامة التوثيق الزرقاء. ماذا تعني هذه الخطوة؟ وهل ستؤثر على مصداقية العلامة العريقة؟ وكيف سينعكس ذلك على المستخدمين وعلى شعبية المنصة وانتشارها؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيفنا في الاستوديو، أيمن عتاني، خبير في تقنية المعلومات والويب 3. أهلا بك معنا أيمن. يعني أنت من فترة قلت لنا كتير لح نحكي عن إيلون ماسك بالمستقبل، وهذا الشيء فعلا عم بيصير. ماذا يعني أو ما مدى أهمية علامة التوثيق الزرقاء؟ وماذا يعني أنه تصير الدفع مقابل العلامة؟ وهل هذا يؤثر على مصداقيتها؟ هلأ تويتر قبل إيلون ماسك شركة، وتويتر بعد إيلون ماسك شركة مختلفة كليا. وهلا نحن يعني كعلامة زرقاء، يعني إذا بنحكي بالعالم، يعني منه افتراض، عالم حقيقي، إذا شخص ما بنعرفه كيف بدنا نقيسه؟ نحن شوف شو سيارته، شوف شو ساعته، وين بيته، قد ايه كبير، لحتى نقيس هالشخص شو وضعه بالحياة العادية. على الانترنت بدنا نشوف اذا هذا الشخص مهم، يعني نشوف يعني على علامات معينه، اذا عنده عدد متابعين اكبر او اذا في علامه زرقاء. علامه زرقاء شو كانت تعني قبل؟ كانت تعني قبل انه هذا الشخص مهم كثير، عنده وصول لمؤسسه تويتر وانستغرام وغيرها، يلي بيهمهم انه هالشخص يكون موجود على المنصه، وبيهمهم يقولوا انه هذا الشخص هو الحقيقي المزبوط، وبيعطوه هذه علامه التوثيق. مش هيك بتشوفي في كتير ناس يلي هي منها كتير مهمة عم بتحارب كتير كانت قبل انه بدها توصل هالعلامة الزرقاء لحسوا حالهم هني مهمين كتير، وحتى يحكوا لناس: ايمن بتعرف حدا من تويتر، بتعرف حدا من انستغرام، بدي العلامة. انه يعني كانت يعني شغلة كتير كبيرة انه الواحد يكون موثق على انستغرام على تويتر، فهل خسرت مصداقيتها مع هذه الخطوة؟ يعني صار مين ما كان فيه يحصل عليها. هلا هو بالنسبة لإيلون ماسك العلامة الزرقاء كأهمية ما مهمة له، هو نفسياً وكذا، يعني كيف طريقة هو بيشوفها ما مهمة له، بس هو بده يعمل مردود جديد للمؤسسة. بيعتبر هو إذا في مردود شهري عم يجي للمؤسسة دائماً ثابت، منه معتمد على مردود إعلانات. فهون شو عم يعمل؟ عم يعمل هالخدمة بيدفع حقها شخصي تقريباً 30 درهم بالشهر لحتى يعني بيجي العلامة الزرقاء. وكمان إذا حدا عم بيغرد هالتغريدة بتوصل لعدد أكبر من الناس، وفي خدمات بعد كتير لقدام جاي بعدها ما بينت، يعني بس هو أساسا عم يقعد فيها. فهلا بده يبلش من هلا يكون في عدد أشخاص عم يدفعوا شهريا ليقدر يكون في مردود ثابت. وكمان هو بيعتبرها مؤسسة تقنية، مؤسسة تقنية عالميا قيمتها المادية بتعلى لما بيكون في عنده مردود ثابت كامل كل شهر ناس عم تدفع عليه. بس أيمن، هو في 300 ألف شخص كانوا موثقين على تويتر، وهلأ بس 5% من هؤلاء 300 عم يدفعوا الخدمة. هل هالمردود المادي يعني مهم هالقد 5% فقط عم يدفعوا الاشتراك، أو في شيء موال تاني براسه؟ هلأ كأرقام واضحة هلأ هي منه موجود كتير، لأن هي مؤسسة خاصة صارت، يعني هي مؤسسته لإيلون ماسك يعني. بس في تقديرات عم يكون تقريبا في من 30 ل 50 مليون دولار بالسنة مردود من تويتر بلو. وفي لقدام يعني
خدمات اكثر، وكمان هو بس يفتحها على 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 بلاد اكثر واكثر يعني من خارج امريكا كمان أكتر. حيكون في عدد اشخاص زياده عليه. طيب انتحال الشخصيات هلا صار كثير سهل على تويتر، مين ما كان في يقول انا فلان ويحصل على علامه التوثيق. كيف ممكن يعني صاحب الحسابات الحساب او المشهور يحمي نفسه، وكيف نحن كمستخدمين نعرف انه هذا الحساب يعني مزيف او حقيقي؟ هلا انتحال الشخصيه دائما موجود ومشكله، لانه كل واحد عم يجرب يعني يستفيد من اشخاص ثانيين، يعني من انتحال شخصية اشخاص ثانيين. هلا وباول يعني باول خدمه تويتر بلو كان فيها المشاكل في انتحال الشخصيات وهيك، هادو عملوا تعديلات ليحسنوها شوي اكثر ويدبوها شوي اكثر. لما عم يكون في مشاكل بيقول كثير منيح، هالشخص بيقول انا ادال، هالشخص وانا ادال، اعطونا باسبور ونحكي. يعني عم بيصير في متابعه على كل كيس لوحده. طيب في سخريه كثير كبيره صارت على تويتر من قبل مشاهير حول هذه يعني الخطوه اللي قام فيها ايلون ماسك، كيف برايك رح يتعامل مع هذا يعني الناس اللي عم بتواجهه بالسخريه وعم بتقول انا ما رح ادفع او انت اللي عم تعمله مثلا مش منطقي؟ هل هي سخرية وين تجي؟ إنه الشخص يلي مشهور كتير عادة إنه مردود يعني مرتاح مادياً كتير مرتاح، يعني 30 درهم ما حتكسره بالضبط. فهون في مسخرة إنه ولو عم بتنقع 30 درهم يعني ادفعها. من جهة تانية هالشخص المشهور بيقول لا، طب أنا كتير مهم، مفروض أنتوا تطلبوا مني يكون موجود مش تدفعوني لأنا أكون موجود. فهون كيف بيحلم إيلون ماسك بيقول طيب أوكي أنا بدفعها من جيبتي الخاصة، إنه من جهة عم يضبها، من جهة في يستحي الشخص إنه لا، إنه أنا معي 30 درهم أدفع عن حالي من هالجهة. وهذا يعني كله بيجيب يعني يمكن بيلفت الأنظار على تويتر وبيصير في حكي واخذ وعطى، وهذا الشيء اللي يمكن بده اياه. حتى اذا انا مشهور وانت مشهوره عم نقعد دخلك انت دفعتي حقها او انا دفعت حقها، يعني هيك نسال بعض لحتى انا، هي كلها بتعمل حركه يعني. هل هيدا كله رح ياثر على شعبيه تويتر وعلى انتشاره بالمستقبل القريب او البعيد؟ تويتر شهر عن شهر عدد المستخدمين اكبر واكبر، وعم يكون في اشخاص كثير عم يجوا، وكمان هلا هو عن جديد ايلون يعني عم يعمل تغييرات لحتى لاستقطاب صناع المحتوى، يعني في عنده يكون مردود جديد على المحتوى. تويتر ما حتاخذ منه ولا يعني ولا درهم من المصاري اللي حيعملوها، وهو بيستقطبهم، لانه كل ما يكون في مضمون اكبر كل ما عدد الاشخاص الموجوده بتعلى وبيكونوا بالوقت اللي بيقدوه بالمنصه اكبر. ما فينا من يعني نذكر بلو سكاي، التطبيق الجديد اللي هلا بلش يطلع اللي هو مطور من قبل الرئيس التنفيذي السابق لتويتر جاك دورسي، وانه بلش ينتشر اكثر، صار موجود اي او اس وصار موجود اندرويد. هل هذه الفوضى الموجوده بتويتر ممكن يعني تعطيه مثل دفعه زايده لبلو سكاي وينتشر اكثر؟ هلا مؤسس تويتر هو جاك دورسي، وعنده منطلق معين بده لخدمه تويتر. لما خدمه تويتر بعدين صارت يعني اي بي او صار في يعني صارت مؤسسي، الناس كلها بتشوفه يعني مردوده وعنده اتجاه معين، بطل فيه يتحرك فيها مثل ما هو بده. فلما هلا بطل هو يعني مع مؤسسه تويتر وعنده مؤسساته الخاصه من ضمنها بلو سكاي، هو حابب يخلق منصه مفتوحه، حتى هو اتجاهه يعتبرها بروتوكول من اي جهه، انه هل مضمون موجود بضمن بلو سكاي، بس اذا حابب تاخده على غير منصه غير محلات على مواقع تانية يعني في واحد يستعمله. فمنشان هيك هذا اتجاهه يكون اكبر من هذا الشيء، بس بعده باول تطوير وبعد في وبعده بنظام الدعوه، يعني مش مين ما كان في سجل والخدمات بعد قليل موجوده بقلبه هيك يعني. وتويتر حيضل يعني هو اتجاه تويتر اكبر من بس كمنصه اجتماعي، بده يكون في يعني مصاري، دفع مصاري فيه، كريبتو فيه، اخبار فيه، عنده اتجاه كثير اكبر تويتر من بس انه يكون منصه اجتماعيه. يعني رح نضلنا نحكي مثل ما قلت على تويتر وعن ايلون ماسك بالمستقبل، ان شاء الله رح تخبرنا زياده اكثر شو جديد تويتر قريبا وبعيدا. ايمن عيتاني خبير في تقنيه المعلومات والباب 3، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.